انا عايز الحقيقه كمان اتكلم في حاجه مهمه جدا جدا جدا، لانه انا القصه يعني او مش قصه، دي قصص كثيره جدا اتكلمنا فيهم مع حضراتكم وغيرنا الحقيقه من الزملاء المحترمين اللي بيشتغلوا في الاعلام الرياضي، واللي بجد بتحس ان هم ما بيحركهمش اجندات او ما بتحركهمش مصالح، سواء كانت مصالح شخصيه او مصالح لجهات هم بينتموا ليها او حابين يظهروا مساندتهم ليها بشكل من الاشكال، او ما بتحركهمش حتى فكره تصفيه الحسابات. ناس بتتكلم من قلبها بجد وهمها الاول مصلحه الكوره في مصر ومصلحه الرياضه المصريه، وان الامور المعوجه لسنين طويله جدا ينصلح حالها. القصه مش قصه فشل في الاداره، احنا ما وصلناش للمرحله دي، والمسؤولين في الوقت الحالي ما يتحملوش المسؤوليه منفردين الحقيقه، لكن تقدر تقول ان كل الادارات اللي تعاقبت ما عملتش جديد، ما قدمتش جديد، كله من نفس الصندوق، كله من نفس الكتالوج. وبالتالي ازمه كلاتنبرج، وهي ازمه طبعا هنتكلم فيها بالتفصيل، لكن الحقيقه توابعها بتحط سمعه الكره المصريه على المحك. خلي بال حضراتكم، الازمه بتاعت كلاتنبرج وصداها وردود الافعال عليها في الخارج، اللي يمكن كتير، وانا هستعرض معاكم جزء بس منها النهارده، واللي يمكن كتير ما يعرفوهوش او كتير ما يحسوش بيه، وخصوصا انها بتيجي مع وقت او بعد وقت قليل جدا جدا من ازمه كارلوس كيروش المدير الفني الاسبق للمنتخب المصري، بتحط سمعه الكوره في مصر وسمعه المسؤولين عن الكوره في مصر على المحك. ازمه كلاتنبرج ابدا ليست ازمه لجنه حكام او واحد من المسؤولين عن كان يعني او سيظل، انا مش عارف الموقف هيكون ايه، لكن اعتقد ان احنا علينا ان احنا نتعامل مع الازمه دي تحديدا من منطلق حرصنا على سمعه الكره المصريه. مش ممكن كل ما نلجا لخبره محترفه اجنبيه، وخصوصا اذا كان اسم كبير في مجاله، يعني كارلوس كيروش تتفق تختلف معاه تحبه وتكرهه كمدير فني، تشوفه مدير فني من افضل المديرين الفنيين تقول له مسؤوليه، او واحد ما اضافش جديد للكره المصريه، ده شيء. وسمعه كارلوس كيروش واسم كارلوس كيروش في عند الراي العام بره، وتاثيره وصوته الواصل لمعظم وسائل الاعلام في الخارج، شيء تاني خالص. نفس الامر ينطبق على كلاتنبرج. بتكلم على واحد صاحب تجربه ناجحه، مش بس كحكم، كان مع الحكم، كان بيشتغل في الدوري الانجليزي، اهم واصعب واغلى بطوله للانديه على وجه الكره الارضيه. وبتتكلم على حكم ليه تجارب في قياده مشوار تطوير التحكيم في اكثر من دوله. وبالتالي ما اعتقدش ابدا انه مصداقيتنا وكلمتنا في مقابل كلمته هيكون لينا فيها الافضليه. فانا اعتقد انه بمنتهى الحرص وبمنتهى الدبلوماسيه وبمنتهى الذكاء يجب التعامل مع ازمه كلاتنبرج.